بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بشرح متن مختصر يسمى متن الدروس المهمة لعامة الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اسمن شروكو دا أغا عام درسنو دا مهم درسنو جدا عام وسلمانانو دا باري دروس المهمة لعامة الأمة. لماذا ندرس الدروس المهمة؟ ولي دغا أهم درسنا من قوايو لأنها مهمة على ما سماها المؤلف. لك سنجا شي مؤلف ديتا مهم ولي دي وجنا دائم دغسي مهم أو أهم درسنا دي مهمة للمسلم دا مسلمان دا بارا لازمي دي وللمسلم الجديد أو ده خاص طور ده نبي مسلمان ده بارا وكذلك تصلح لغير المسلم أم ده رنجة مسلمان نيدا غيدا بارا هم سيدي تصلح أن تدرس في كل دولة بكل لغة بهر دولتك بهر ملك بهر جبا باندي هم ده والكديش فيها ما يتعلق بطريقة السلف في حفظ القرآن بديكي ده سلف وطريقي ذكر ده جسنجي قرآن يادو وفيها ما يتعلق بالتوحيد وما يضد التوحيد الشرك أو ديك أم دغر أن قادي التوحيد متعلق خبري دي أو سج التوحيد سر متزاد دي وفيها الصلاة فديك ده من ذكر ده الوضوء والطهارة فديك ده أو دس أو ده باكوالي ذكر ده نعم وفيها الأداب والأخلاق الإسلامية أو ديك أم دغر أن أداب أو إسلامي أخلاق دي تجهيز الميت تكفين والصلاة عليه ده منز تيارول ده غيلة كفن وركول وغيباني منز كول ده مري هذه الدروس إذا يعتني بها الطالب بإذن الله يستطيع أن يحكم دون أن يفتي. الفتوى لها كبار علماء، لكن يستطيع أن يحكم على صلاته هل هي صحيحة أو باطلة. ده درسنا جكلا يا طالب العلم هو يغكا ولا شيء تخبل منز باندي فسلوك جدام منز سيدة أو كغلدة وكذلك على الوضوء والله أعلم أم ده غرانج تخبل أو دس فسلك ولا شيء والله أعلم.